خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيكي معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. لو في البداية تعرفينا أكتر عن تفاصيل المبادرة من فعاليات اللي بتشتمل عليها. المبادرة احنا بنفذها برعاية وزارة التضامن بشراكة الجمعية المصرية للعنق الرحم. احنا بنستهدف ان ثلاث محاور رئيسية هي تدريب التوعية والتدريب. الحملة استهدفت تدريب 60 تطبيق على موضوع عنق الرحم، للكشف المبكر على سرطان عنق الرحم، لان معروف منهم السرطانات المشتركة والسريعة للبشرة اللي بتقضي على الإنسان. وفي نفس الوقت بندرب رقابيين رائدة اجتماعية بالتعامل مع الجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، وتم تدريب 200 رائدة من المثقفات والصحيات ووزارة الصحة. اللي خد من الحملة بس مش إن أنا أقعد وأدرب وأكون كوادر عندها العلم والمعرفة، لا، أنا بستنتج هدف كبير وهو هدف وزارة التضامن، هو تحقيق تمكين اقتصادي للسيدات. يعني التمكين الاقتصادي صحة جيدة الأول، ومع الصحة الجيدة ببدأ أعرفهم على المشاريع والقدرات اللي بتبقى بتاخدها من عندنا من وزارة التضامن، سواء مقطوعات صغيرة أو أسر منتجة أو مشروعات. طيب دكتورة إنجي، لو في إمكانية بس حضرتك تغيري المكان اللي موجودة فيه عشان نسمع حضرتك بوضوح. حاضر. اتفضلي. بقول لحضرتك إحنا عندنا مشروعات التمكين الاقتصادي بتتقدم على مختلف القرى وال... طيب قبل ما نتحول لهذه النقطة ونتكلم عن مشروعات التمكين الاقتصادي، حضرتك قلت انه بيتم تدريب عدد كبير من الرائدات الريفيات، وصل ل 400 رائدة ريفية، ازاي بيتم تدريبهم وتأهيلهم؟ وكما نعلم ان هم اطراف فعالة على الارض، يعني هم الاقرب في الوصول لاقاربهم من خلال هذه الحملة. التدريب خلال الجلسة معانا الجمعية المصرية للسرطان هي اللي قامت بالتدريب وجودنا لبرامج في الرحم وازاي الست تهتم بصحتها، هم اللي نقلوهم من فكر العلم في التدريب. احنا بنقدمهم رساله التوجيه التعامل مع السيدات بتاعت كل رائده. للاسف الصوت مش واضح يا فندم. طب يا فندم احنا بنعتذر جدا لكن صوت حضرتك مش واضح دكتوره انجي. اتفضلي يا فندم. الجمعيه المصريه للسرطان الرحم هي اللي قامت معانا للرائدات، اما الرائدات تنزل فعلا ومستهدفه كل 200 اسره، ومع ال 200 اسره افراد اخرين علشان تبقى ناس توعيه، ومع التوعيه وبرضه التوعيه بتاعتنا بتبدا بتحضيرهم كمان ضمن مبادرات التوعيه الخاصه بتمكين المرأة. طيب دكتورة إنجي، حابين برضو يعني نستغل وجود حضرتك معانا ونعرف السادة المشاهدين إزاي يعني تعرف السيدات أماكن الكشف. إحنا عندنا هنا مستهدفين بتاعنا عيادتين، معي مركز بسيط وعيادة جدا. الرائدة بترشد الجديدة على كل العيادات الموجودة عند تنسيب المجد، وبهذا الأجهزة واحدث هي على المكان. دكتور انجي احنا للاسف الصوت مش واضح تماما، ويمكن الموضوع ده مهم جدا ومحتاجين انه يمكن السيدات كمان يكون عندها معلومات اكتر، فخلينا نحاول نعود الاتصال بحضرتك مره ثانيه. لكن بكل تاكيد يمكن فكره الكشف عن سرطان عنق الرحم بشكل عام مهم جدا، لانه يمكن ده يعني للاسف من احد انواع السرطانات اللي ليه خطوره كبيره جدا، وبالمناسبه يمكن الكشف عنه مبكرا ويمكن التعامل معاه كمان يا شاذلي لو تم الكشف عنه مبكرا. صحيح، احنا محتاجين برضو نعرف كمان من الدكتوره انجي نقطه مهمه جدا، اليه التعاون ما بين وزاره التضامن وزاره الصحه والجهات التنفيذيه في المحافظه. دكتوره انجي رجعت مره ثانيه معانا يا فندم. اليه التعاون في بروتوكول تعاون موقع ما بين وزاره التضامن ووزاره الصحه. وزارة التضامن هي البروتوكول التعاون الجناح بتاعها هو الرائدات الريفيات، ووزارة الصحة احنا معانا بالإشراف على العيادات، أما العيادات هي موجودة في الجمعيات الأهلية المجتمع المدني،
هو اللي عنده العيادات، اما الطاقم الطبي اللي بيقوم بالتنفيذ ده بيكون من خلال وزاره الصحه. والتوعيه وحشد السيدات للكشف من خلال الرايدات الريفيه. طيب خليني يا دكتور ارجع مع حضرتك مره ثانيه لسؤالي، لانه الصوت ما كانش واضح مره اخرى. ازاي السيدات تقدر تتعرف على اماكن الكشف؟ حضرتك قلتي من خلال الرايدات الريفيات، ولا في طريقه ثانيه؟ لا يا فندم، احنا اعلنا الكلام ده من خلال كل وحداتنا الاجتماعيه ومن خلال الرائدات اللي هم اقرب الى السيدات من اي حد تاني، لان هي بتخش البيت وبتبدا تتعامل مع السيده وبتبدا ترشدها على برامج توعويه في كل ما يخصها التربيه الاسريه والايجابيه والتطعيمات والاهتمام بالصحه الايجابيه، فهي بترشدها في نفس برنامج التوعيه ازاي تبدا تتوجه، ولو ازاي واجهت اي علامات خطر ازاي تتوجه وفين العياده وازاي تاخد الخدمه، والخدمه مجانيه تماما تماما تماما، وبتقول لها على المواعيد والخدمات اللي هتقدر تاخدها من العياده. طب هل في ارقام يا دكتور المواطنين يقدروا يتصلوا عليها عشان يعرفوا اكتر تفاصيل؟ هي على العموم عامه كل الارقام هتنزل على صفحتنا اعتبارا من يوم الاثنين الجاي، على اساس ان نشاط الخدمه وبارقامها هتنزل معانا على صفحه المدرسه. طيب جميل جدا. حضرتك اشرتي سريعا الى نقطه التمكين الاقتصادي، محتاجين نتكلم عنها بشيء من التفصيل. ازاي بندعم هذه الاسر؟ بندعم الاسر، احنا عندنا الرائده في كل قريه عارفه كل سيده معانا، واحنا معانا جدول بكل الرائدات اللي احنا بنستهدفها من خلال قاعده البيانات. لو احنا بنقدم برامج التوعيه وفي نفس برامج التوعيه بنضمن بقى حاجات كتير، تربيه اسريه ايجابيه، صحه انجابيه، الوقايه من سرطان عروق الرحم، الرائده تيجي تتعامل مع السيده باعتبارها بتديها باكج كامل من خدماتنا، في نفس الوقت بتقول لها انت ممكن تقدري تاخدي من عندنا مشروع، في مشروعات المراه، في مشروعات الاسر المنتجه، في مشروعات مبادره فرصه، وبنبدا نعرفها ميزه كل مشروع هو ايه. دي حاجه مشجعه كمان يا فندم للتعامل مع الحمل. تمام. وبعدين ده حاجه ثانيه، احنا بنقدم مشروعات مستهدفه السيدات فقط، وبنقدم مشروعات مستهدفه الست والراجل، فاحنا بنبقى مستهدفين الست ممكن تاخد من عندنا المشروع او الزوج ياخد المشروع على حسب نوع المشروع ونوع المبادره. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره انجي حسن، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي ببني السويف، شكرا جزيلا لحضرتك.